يا مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، ومعانا اليوم مطربة واعدة أحبت الفن والغناء منذ طفولتها، فأصبح هذا شغفها وحلمها. معانا اليوم المطربة الواعدة مي درويش. يا هلا ومرحبا بك مي. أهلا بيكي مساء. كيف الحالة؟ الحمد لله بخير. الحمد لله بخير، تسلي نورك. مي، خبرينا كيف أثرت نشأتك في حبك للفن؟ أنا البيت عندي كله بيحب يغني، ماما وبابا وإخواتي. نعم. هم أكتر ناس علموني، أنا ما كنتش دارسة فن خالص. في البيت دايما بنغني مع بعض، يعني نقدر نقول إن العائلة كلها ما شاء الله مبدعين في الغناء. ما شاء الله. زين، من الفنانين اللي أنت تحبين تسمعين لهم وفعلا تأثرتي فيهم، كانوا بالنسبة لك هم القدوة؟ يعني وأنا صغيرة ما كنتش بسمع قديم خالص، كنت بحس إن هو حاجة كبيرة جدا عليا إن أنا أسمعها. لما بدأت أكبر حسيت إن قد إيه أم كلثوم دي حاجة عظيمة جدا، قد إيه وردة مبدعة، نجاة، نعم. فيروز. نعم. بدأت الأغاني القديمة أكتر تبقى بالنسبة لي حاجة كبيرة يعني. طيب، نحن حابين نفتتح بالفقرة بأغنية من أغاني أنت تحبين تغنينها. ممكن نغني حاجة لأم كلثوم؟ تفضلي نسمعها منك. أي أغنية؟ ألف ليلة. ألف ليلة، يلا تفضلي. يا حبيبي الليل والسماء ونجومه قمره قمره سهره وانت وانا يا حبيبي أنا يا حياتي أنا كلنا كلنا في الحب سوا والهوى منه الهوى والهوى منه الهوى منه الهوى منه الهوى سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي 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 بعد السنة مش قبل السنة تعالي تعالي يا شمس تعالي بعد السنة مش قبل السنة دي ليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة بألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة بكل العمر هو لا عمر غير الليلة زي ما شاء الله عليك، يعطيك ألف عافية. شكراً. حبيبتي ما شاء الله عليك، صوتك هادي وحنون. هل تحبين الأغاني الهادية أو السريعة؟ أنت مع الأغاني الحين اللي لا على حسب المود السريعة. يعني بس يعني مع كل حاجة تحبين تنوعين كل حاجة. زين، خبرينا مي، شو الأشياء الأغاني اللي أنت محضرة يعني محضرتنها للمستقبل؟ إن شاء الله أنا في الإمارات بقالي شهر بس. ان شاء الله يعني بنحضر لاغنيتين سنجل هينزلوا باذن الله وهصورهم هنا برضو. تبقى حاجه مقسوم وحاجه لسه ما استقريتش عليها. بعد يعني جهزتيهم ولا بعدك في؟ لا لسه بنجهزهم بس ان شاء الله في خلال شهر يعني هصورهم هنا. منو الملحنين والشعراء اللي انت حابه تتعاونين وياهم؟ انا نفسي جدا جدا اوصل لمرحله اني اوصل لايمن بهجت قمر حقيقي في الكلمات.
يعني ده اكتر بحسه اكتف جدا في الشغل، يعني مفيش اغنيه متهيألي ما عملهاش، كل حاجه حلو اه حلو. جدا يعني. شو الأغاني اللي أنتي يعني أغنية أثرت فيك من ألحانها وكلماتها؟ لا هو انا بالنسبه لي بحب جدا الحركات المقسوم بتاعته، يعني في اغاني افلام كتير جدا انا بحبها له، جميل. بس لكن قبل الحلقة كنتي تدندنين أغاني، أغنية من أغاني أصالة ووايد حبيناها وحابين إنك أنتي تسمعينا منها. حاضر. تفضلي. تذكر اللحظات اللي بعتني فيها نظرتي ونبضات قلبي وانت تطفيها، جيت بحكي ما حكيت ما مدى انت مشيت وما التفت وانا من سبع سما الاحلام طار، هدمتني بنيت نفسي وعشت ونسيتك خلاص، كسرتني لملمت اشتاتي ولا غيرك نقص، ليه راجع من تبي عاشقك ذاك الغبي، ليه راجع من تبي عاشقك ذاك الغبي، اللي كنت انت عيونا كنت اول من يخونا، اللي كنت انت عيونا كنت اول من يخونا، انتظر لي مات طيب صاحبي، ليه راجع من تبي عاشقك ذاك الغبي، اللي كنت انت عيونا كنت أول من يخونا، انتظر لي مات طيب صاحبي. سلام هالصوت ويعطيك ألف عافية يا مي. ذاك الغبي دي حبيبتي. هاي أغنية وايد مميزة كانت من أغاني أصالة. أصالة طبعا بالعكس جميلة جدا. مي شو اللهجات اللي أنت تتقنين أنك أنت تغنينها غير المصري؟ خليجي، خليجي العراقي، خليجي والعراقي والعراقي. شو الأغاني العراقية؟ من وقت ما نزلت أغنية الله يسهل لك متهيألي مش بحب أغني غيرها. ما تحسين إن اللهجة العراقية شوية صعبة بالنسبة هي صعبة للغة الخليجية؟ بس أنا بحب أسمعها كتير. إنزين شو رأيك تسمعينا؟ ممكن نغني الله يسهل حافظة لك؟ مقطع منها ولا أغنية كاملة؟ أنا حافظاها كلها. يلا نسمعها. وانت ردت تروح تتبرى من حبك، كيف اكتر الموضوع يا عمري راجع لك تاني، تلاف وجوه عم تشبه القبلك، لو ناوي عالفرقة الله يسهل لك عادي، من اشتاق لك فترة وحبك ينسي يمكن، اتعب كم شهر لكن ما راح انتهي عادي، من اشتاق لك فترة وحبك ينسي يمكن، اتعب كم شهر لكن ما راح انتهي، مشتاق ما قلك لا تصدق ارجع لك، حبيت اوضح لك قلبي تعب منك، مشتاق ما قلك لا تصدق ارجع لك، حبيت اوضح لك قلبي تعب منك، ولو ناوي عن الفرقة الله يسهل لك، لو ناوي الله يسهل لك.
يعطيك ألف عافية يا مي. اليوم أغانيك على الجرح. مي، شو علاقتك ويا السوشيال ميديا؟ هي بقى لها 3 سنين مقطوعة خالص بصراحة. ليش؟ الأسباب؟ يعني كان عندي أسباب خاصة كده، بس بعدت شوية خالص، ويمكن ده اللي خلاني ما عملتش حاجة طول الفترة اللي فاتت، كانت حفلات بس. لكن إن شاء الله الفترة الجاية. شو الحفلات اللي أنت شاركتي فيها وقدمتيها؟ انا اشتغلت في القاهرة. نعم. وانا طبعا من اسكندرية. نعم. فكانت حفلاتي كلها في فندق هيلتون في اسكندرية وفي القاهرة في شيراتون. حفلات افراح يعني كانت؟ لا، كانت حفلات فيها ستار في نيو يير وفي فالنتاين. نعم. كان معايا ستار فيها. نعم. كانت اسكندرية والقاهرة بس، ما كانش في اماكن تانية رحتها في الحفلات. طيب انت خبرتيني من خلال حديثك انك انت راح تنزلين اغاني سنجل. اه ان شاء الله. شو الاسباب انك انت تنزلين سنجل؟ ليش ما يكون البوم؟ حاسه ان هي خطوه محتاجه شويه، بما اني كنت بعيده بقالي فتره، فممكن ابدا بالسنجل الاول. حسيت ان هي الحاجه اللي انا محتاجه اعملها واتبسطت منها، ان شاء الله ممكن اعمل قلب. جميل. نسمع منك اغنيه من اغاني شيرين، شو رايك؟ بحبها جدا. يلا بينا. يلا اتفضل. كل ما انسى لك كلام برجع افتكره، في الزمن ده الكذابين اتمكنوا كتروا، في الزمن ده الكذابين ما بقوش بيبتكروا. خلاص ما بقاش وجودك جنبي له معنى، رد طيب فين وعودك، مين اللي ضيعنا؟ حبي ليك كان حلم عمري واتقلب لانا. شوف حقيقتك عالطبيعة، اعترف خليك شجاع، النهاية مش فظيعة، لايقة جدا على الوداع. شوف حقيقتك عالطبيعة، اعترف خليك شجاع، النهاية مش فظيعة، ألف شكر على اللي ضاع. هو مين شال ذنبي مين؟ إيه اللي أنا عملته؟ بص بكرة هتبقى فين لو باب أنا قفلته؟ ظلم حد أكبر حرام بس أنت حللته. وأما توعد حد تاني بقى افتكر يومها، في الحياة حبت معاني نفسي تفهمها، اللي زيك عاش أناني حياته حطمها. شوف حقيقتك عالطبيعة، اعترف خليك شجاع، النهاية مش فظيعة، لايقة جدا على الوداع. شوف حقيقتك عالطبيعة، اعترف خليك شجاع، النهاية مش فظيعة، ألف شكر على اللي ضاع. ما شاء الله عليك. مي، شو السالفة كل أغانيك لاحظت متأثرة بالعتاب، الجرح، الغبي، الكذابين؟ شو السالفة؟ مش عارفة والله، صدقيني كل ما أحاول أقعد مع ناس يدوني حاجة تانية غير اللي أنا فيها بلاقي نفس الموضوع برضه. مفيش فايدة. يعني كيف؟ يعني كل ما متأثرة في هاللون انت اكثر؟ بحبه جدا، بس يعني حاسه ان كل ما اقعد مع حد بلاقيه نفس الاغاني، نفس يعني مش لاقي حد صراحه يشجعني على اغاني تانية. بتشوفين انت ايه رايك؟ يعني انت تشوفين المجتمع كله يعاني؟ عشان شي تحب في معاناة فظيعة. انت ايه رايك؟ بتحبي تسمعي ايه؟ والله انا مكس عادي، يعني ما فيش مشكلة، يعني عادي. مود برضو. على حسب المود والمزاج برضو. تمام. خبريني عن الاغاني الخليجيه، منو المطربين اللي انت تحبين تغني لهم اكثر؟ محمد عبده. وبعد رشد الماجد. حلو.
ممكن نغني حاجة محمد عبده. تفضلي. الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي صار بروحي وجالك، ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك، كل شي حولي ذكرني بشي، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شي، لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي من تطري علي الأماكن، الأماكن، الأماكن كلها مشتاقة لك، مشتاقة لك. ألف ألف عافية. شكراً من القلب، ما شاء الله عليك. يعني صوتك وايد حلو، أتوقع لك مستقبل ناجح بإذن الله، يعني خاصة في الأغاني العتاب. أهم حاجة يبقى لي لقاء معك تاني بعد المستقبل. أكيد أكيد. أنت على طول أول ما تطلعين الأغنية أنت بتكونين ويانا إن شاء الله بإذن الله. شكراً مي على وجودك معانا، نتمنى لك كل التوفيق حبيبتي.